بمشاكل وظروف الحياة وضغوطاتها يمكن ما بتساعد. اليوم بريليشنشيبس بدنا نركز على دور المرأة بالعلاقة، كيف ممكن تستخدم مهاراتها خاصة فيها حتى تنجح العلاقة مع شريكها. تفاصيل أكثر مع ضيفنا مثل العادة فادي الحلبي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، ولا كيفك؟ أنا منيحة، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. نحن مننطرك من أسبوع لأسبوع لأن المواضيع اللي بتطرحها كتار منا بمروا فيها من فترة لأخرى بحياتنا. اليوم بدنا نحكي عن دور المرأة الأساسية بإنجاح العلاقة مع شريكة، وبالأخص عن مهارات خاصة فيها. صح، المرة الماضية حكينا عن المهارات الرجال اللي بيقدر يستثمرها بقلب العلاقة، يعني وين خصوصيته وكيف ممكن يساهم بإنجاح العلاقة. اليوم صار دور المرأة كمان نضوي على 5 مهارات أساسية إذا قدرت تستثمرهم بقلب العلاقة كمان بتقدر تساعد العلاقة تكون دايما بنوعية أفضل للطرفين. هالمهارات فادي لازم تكون موجودة بطبعها وشخصيتها، أو مهارات بتكتسبها مع مرور الوقت؟ بقدر ما بتنتبه لهم، يعني أنه هن مفاتيح أساسيات بقلب العلاقة، ممكن ما يكونوا موجودين بشكل كافي بالأول، ولكن كل مهارة رح نعرف أنه نقدر نكتسبها ونطورها مع الوقت. نعم. طبعا أنا عم بحكي عن مهارة هون بمعنى مواقف وتصرفات، يعني أتيتود مفروض يكونوا موجودين سلوك. سلوكيات. نعم. ومواقف معينة. بنبلش بأول مهارة، هن مش بشكل أولويات، يعني هن موزعين. المهارة الأساسية أنه الرجال بهمه كتير أن المرأة تآمن فيه وتقدره، يعني الرجال بحب يشوف حاله بنظر مرته انه هو مقدر وانه مآمنة فيه. ليه؟ لانه الرجال بقدر ما بتهمه العلاقه بقدر ما بهمه كمان انه هو شخص يكون عم بينجز بحياته، يكون عنده حلم، يكون عنده هدف بيربس معين، فبهمه انه يشعر انه هو المراه مش اخذته تحصيل حاصل بهذا الاطار، لا عم بتقدر جهده، عم بتقدر انه هو عم عنده مسؤوليه وعم بينجز. هيدي بغض النظر عن اذا كان عندها نفس الطموح او نفس التطلع طبعًا للحياه. طبعًا أكيد. هون احترام. ايه، يعني بقدر ما هي بتحب بالعاطفه مهمه عندها، بقدر ما التقدير مهم عند الرجال، انه تحسسه انه هي شيء يعني شيء ابريشيت حضوره واحلامه او اهدافه، يعني الشغل عنده قيمه مستقله. نعم. مش بس الشغل عنده هو بس لتأمين المعيشة، بيكتسب أوقات عنده بكثير من الأوقات هدف شخصي تقدر يحقق ذاته من خلاله. فادي، عنا بعد 4 مهارات بدنا نغوص فيهم بالتفصيل، ولكن بعد ما نتوقف للحظات. نرجع مشاهدينا لريليشنشيبس مع المستشار النفسي للأزواج والبالغين السيد فادي الحلبي، وأكيد ندعيكم حتى تتصلوا فينا إذا حابين تطرحوا أي سؤال له علاقة بموضوعنا. فادي، تعرفنا على مهارة واحدة هي أنه تقدر وتحترم زوجها أو شريكها. يعني الإيمان فيه والإيمان بقدراته، تفرجي التقدير، وهذا شغلة كتير أساسية لحتى هو كمان يكون عنده سيلف استيم، تقدير عالي لذاته. تاني مهارة إذا فينا نقول هي كمان موقف، تقدر تحترم إنه الشخص الرجال بحاجة من وقت لوقت إنه يبعد أو ينزوي. ينزوي مش معناتها هيدي يمكن نقطة كتار من النساء ما بيفهموها. إيه، يعني الرجال أوقات ما بيقدر دائما يكون كونكتد، بحاجة أوقات يكون ديسكونكتد حتى يرجع يصير كونكتد عن جديد، ترجع يتواصل مع مرته، بحاجة ياخذ شوي مسافة خاصة ويرجع، يعني تحترم يعني نسمح له الوقت حتى يختلي مع نفسه. إيه، ممكن بأي إطار ممكن تكون نص ساعة على التلفزيون بس وقت جاي من شغله تيقلب على مود تاني، على مزاج تاني. ممكن يكون عنده حب يظهر مع أصحابه من وقت لوقت، أي شيء بيسمح له بس يرجع يشرج، يرجع يتواصل مع المرة عاطفيا، لأنه إذا كان كل الوقت بتواصل عاطفي أوقات بيختنق الرجل، بيعمل بلوك. يعني آلية الدماغ عنده لحتى يقدر يكون بتواصل نوعي مع المرة بحاجة أوقات بعيد تيقرب. هالحركة إذا بتعرف تحترم له إياها المرة وما تحس حالها إذا هو بعد معناتها تركها أو هاملها أو ما بده إياها، يعني ما تسئل حالك أنه هي المشكلة، بالعكس تعرف أنه هيدي مجرد آلية، أنت آلية صغيرة بيعملها الرجال، بقدر ما بتقدر كمان تعزز أنه هو بتواصل نوعي معها أفضل. ولكن هيدي ضمن حدود فادي، يعني مش كل ليلة بده يظهر مع أصحابه، مش كل الوقت بده يقضيه مع نفسه، مع هوبيز أو هوايات خاصة لإله. أكيد بس هيدي مثل ما الرجال ممكن يكون عنده هواياته أو أصحابه، المرأة كمان عندها هواياتها وأصحابها، بس بقصد المرأة عاطفيا فيها تكون بتواصل
أسرع ومتواصل مع الرجال. الرجال بحاجة أوقات يبعد تقدر يرجع يكون عنده أكسس، يعني دخول أكبر على عواطفه. بس المفارقة الصغيرة على بهذا الإطار. طبعا أنا ما عم بقوله يهاجر نفسيا ويروح، أنا بس ولا جسديا طبعا، ولا جسديا، يكون بس في هالحركة المطاطية يروح يعني. سبيس لا أكثر ولا أقل. المرأة أوقات بتنسى حالها ضمن العلاقة بسبب ظروف الحياة، ضغوطات العائلة، تربية الأولاد وعوامل كتير أخرى. هالشي كيف بيأثر على العلاقة؟ إيه هون عم ندق بمفتاح كتير مهم هو الأنوثة. الرجال بحاجة يحس أنه المرأة عم بتخاطب رجولته من خلال أنوثتها، وهل رقصة الأنوثة والرجولة كتير شغلة أساسية بالعلاقة، وهي بتحدد الكابل بامتياز، يعني بتعرف الكابل ولا صاروا أصدقاء أو زملاء أو إخوة. يعني هالحركة الأنوثة والرجولة لازم دايما المرأة تنتبه لها بقلب العلاقة، وخاصة لما تصير أم، لأنه لما تصير أم أوقات بتنسى حالها وبتغرق بدور الأمومة، تنسى شكلها أو شكلها أو حتى يعني تنسى زوجها، نظرتها لحالها. نعم. هالنظرة لحال أنه أنا أنثى بامتياز وبتحب أنوثتها وبتحب تشاركها مع الرجال، شغلة أساسية أنه دايما يكون في إلى أبديت واهتمام وصيانة هالبعد، لحتى الرجال يحس حاله كمان أنه عم بيعيش رجولته معها وعم بيقدر يخاطبها كمان هو برجولته بامتياز. ولكن هالشي أوقات بيصير غير شعورياً فادي. تصور في مرأة بالعالم بتحب أنه توصل لها المرحلة أنه تهمل حالة تفقد أنوثتها، هون شو دور الرجل كمان بمساعدتها لتحافظ على ذاتها وأنوثتها؟ إيه هلأ برجع أقول هني اثنيناتهم مسؤولين عن هيدي الرقصة. بس بقصد أوقات لأنه المرأة بتلعب يعني دورة كأم أوقات بياخد حيز كبير. صح. ممكن أوقات أول فترة طبيعي أنه تحتل هيدي المساحة الأمومة، ولكن بعدين بدها ترجع تعيد التوازن ويكون في صيانة لهالبعد بحياتها، لأنه هيدا كمان بيتصل بطفولتها، قديش هي وعيت للبعد الأنثوي، استقبلته وحبته وبتعرف تشاركه، مش نعم. أنه عندها بلوكاج بمطرح بأنه تظهر أنوثتها وتشاركها مع الرجال بشكل أو بآخر. فادي أوقات لما المرأة بتشوف الرجل أو شريكة كالمصدر الوحيد لسعادتها، هالشي ممكن يخلق مشاكل كمان. صح، مشان هيك رابع مهارة أنه المرأة ما فيها كمان إذا تحقق ذاتها بدها تزت كل حاجاتها على الرجل، بدها تعرف أنه كمان فيها يعني السعادة اللي تاخدها من العلاقة محددة. أنا بقول لهم في 50% الرجال مسؤول عن سعادتك، بس ال 50% التانيين أنت مسؤولة عنهم بدورك كمرأة كأم بأي شيء أنت بتحبي تستثمري بحياتك. فإلقاء كل الحاجات يعني يكون عندها عملها الخاص، هويتها الخاصة، هويتها، أصدقائها، مشاريعها ايه. كمان فكتير مهم تعرف أنه بدها تعرف قديش هالعلاقة بدها تعطيها وتخليها تكون عم تحقق ذاتها، ولكن أنه تطلب من الرجال أنه هو يكون مصدر سعادتها بالمطلق بتكون بمكان ما عم تطلب منه أكثر ما لازم ومش رح تاخذ البداية، فبدها تعمل توازن بحاجتها وبتحقيقها لذاتها بقلب العلاقة. أوقات المرأة بتشكي أنه ما بلاحظ أداء التفاصيل، ما بيعرف أنا شو بدي، لأنه مع أنه مقضين سنين طويلة سوا. هل لازم تلقائياً الرجل أو الشريك يعرف حاجات المرأة؟ في شوي مفهوم خاطئ عند بعض النساء، لأنه النساء أوقات عندهم الحدث الانتويسيون بيعرفوا يقروا الرجال بسرعة شو بده شو حاسس. الرجال مش دايما عنده هالآلية السريعة، مشان هيك المرأة ضروري تعرف تعبر عن طلباتها أو رغباتها وحاجاتها بشكل مباشر، يعني ما تقدر أن الرجال وراداراته عطول موجودين وبيقدر يرصد شو بدها. بالعكس بقدم الرجال بيعرف المرأة تعرف تعبر عن حالها شو حابة شو مش حابة، تعرف ترفض تعرف تقبل تعرف تعطي تعرف تاخد، بقدر ما بتكون بقلب العلاقة في وضوح وبيقدر الرجال أنه يتكيف أكثر أو يقدر يتجاوب أكثر مع شو بدها. فأنه نحذر بالمطلق منا دايما ممكن جدا تصاب بخيبة أمل وبإحباط. هذه يمكن ببداية العلاقة فادي مطلوب أنه كل واحد أو كل طرف يعبر عن حاجاته ورغباته وطلباته. صح. ولكن مع مرور الوقت لازم كل طرف يعرف. هلأ وقتها يكمشوا مفاتيح بعضهم أكيد بيكونوا بنيوا مساحة مشتركة مبنية على قيم على عادات على طقوس مشتركة، هون علاقة نضجت. ولكن بيومياتنا مش دايما رح نقدر نعرف انا الشخص باي حاله نفسيه هو وقديه تعبان ومش تعبان وشو بده وشو ما بده، مشان هيك الشخص يعبر بقد ما بيعبر معناتها هو بتواصل مع حاجاته وبيحترمها وبيعرف يوصلها للاخر، مش انه بيعمل نوع من اسقاط عليه وبيسقط غضبه ومخاوفه وبيصير اخر ملبك مش عارف من اي ميله بده يعرف يحتوي العلاقه.
فنكون مباشرين لانه المراه بامتياز هي بتتربى انه تعطي، ما بتعرف تاخذ بسهوله. نعم. بدها تعرف كمان كيف تاخذ من خلال تعرف عندها، يكون عندها طلبات محدده. مشان هيك مش مبرمجه اكثر هي تعرف تعبر مباشره، لانه معوده دائما انه انت بكره بدك تربي وبدك تعطي والى اخره، بس بدها تعرف تاخذ، وبدها تاخذ بدها تعبر عن الشيء اللي بدها اياه بشكل مباشر، مع انه بدها تعرف انه حتى اذا طلبت مش معناتها تحصل على اللي بدها اياه دائما. صح، يعني ياما في نساء بتعبر بكل وضوح ولكن ما في تجاوب من قبل الطرف الاخر. هلا هون بطلنا بلعبه الطلب هون والاخر، المشكله اختلفت، يمكن صار في عناصر اخرى. نعم. عم بتشوش العلاقه، بدنا نعرف نشخصها ونعرف نلاقي لها الحلول المناسبه. نعم. شكرا لك فادي الحلبي، ان شاء الله بنلتقى الاسبوع الجاي بنفس الوقت مع موضوع جديد نستفيد منه ضمن العلاقه. اذا بتحب تبقى معنا تيبا شو عم بحضر الشيف بلش يحرتق عنا بالكيتشن، وصلت الريحه. اهلا وسهلا فيك. وقفه قصيره مشاهدينا، ومننتقل للمطبخ حتى نحضر طبق اليوم.